يلا حبيبي هنقرا يلا. ها أصدقائي، سأحدثكم عن حكاياتي مع حلمي. إن الحلم حق مشروع لأي إنسان، ومن حقي أن أحلم، وأنا أعلم جيدا أن العديد من الأحلام يصعب صح. تحقيقها. يصعب تحقيقها، ولكن يجب على كل منا أن يحلم ويحدد ويحدد أهدافه كما يتمنى وكما يحلو له. ومن دون حدود حدود أؤمن. أؤمن بالإصرار والعزيمة. والعزيمة والتخطيط دائما. هذا ما يقودنا إلى تحقيق أي حلم، حتى لو كان صعب المنال. وهذه فعلا ما حدث معي في حلمي. لكن حكايتي مع حلمي فيها نوع من الغرابة والمغامرة والجمال، وربما في حكايتي مع حلمي كنت أنا الأكثر خطأ. حظاً. حظا، خطأ. فكان للظروف والأسماء التي ساعدتني بشكل كبير. الدافع. ها الدافع الكبرى الأكبر. لتحقيق المسلم. الأكبر لتحقيق المستحيل. جميل، تمام كده. مش حلم، مش هتقرأ. يلا يا لولو. لا طبعا، ده حالة دي اول. يلا يا قمر، أصدقائي، انت كان نفسك تقري من المره سأحدثكم اللي عن فاتت، احنا عندنا قرايه اهو. تمام، يلا يا جميل. ايه الفيونكه القمر دي، وايه الحاجات الحلوه دي؟ يلا أصدقائي، سأحدثكم عن حكاياتي مع حلمي. إن الحلم حق مشروع بأي لأي إنسان، ومن حقي أن أحلم، وأنا أعلم جيدا أن العديد من الأحلام يصعب تحقيقها، ولكن يجب على كل من منا أن يحلم ويح ويحدد أهدافه كما يتمنى وكما يحلو له. ومن دون حدود أو من
أو بالإصرار والعز إيه ده؟ والعزيمة. والعزيمة والتخطيط دوما. هذا ما يقودنا إلى تحقيق أي حلم، وحتى لو كان حتى لو كان صعب المنال. وهذا فعلا ما يحدث معي في حلمي. لكن حكاياتي مع حلمي فهي نوع من الغرابات والمغامرات والجمال. وربما في حكاياتي مع حلمي كنت أنا الأكثر حظا، فكان للظروف الأسماء التي ساعدتني. ساعدتني بس ديت بحرف التاء مش بحرف النون. ساعدتني بشكل كبير. الدفاع الدافع الدافع الكبرى لتحقيق الأكبر الأكبر الدافع الأكبر. الأكبر لتحقيق المستحيل لتحقيق جميل، شاطرة المستحيل. يا لولو، خالص جميلة أوي. سقفي لها يا سند، أنا كده صلحتها، أنا كده صلحتها بعد ما كنت الخصماء، أنا صلحتها. تمام، تعالوا بقى كده نشوف الكلمات الصعبة اللي عندنا. كلمة صعب المنال، يعني إيه صعب المنال؟ ها، إحنا أخدناها المرة اللي استنى، فاتت. ها، صعب المنال معناها صعب عشان تعمليه. صفحة عشان تعمل ايه؟ ها، هنقول ايه؟ يعني صعب عشان تنرفي صعب عشان تعمليه الحصول منه. عليه. ها، هنقول ايه؟ صعب صعب الوصول الحصول عليه. مش عادي اكتب. صعب الحصول عليه او تحقيقه. صعب الحصول عليه او تحقيقه. تمام يا بنات. ست كده هنا بيتكلم عن حلم، الحلم ده حاجة من حق أي حد، مشروع على أي إنسان، ومن حقي أن أحلم. وأنا أعلم جيدا أن العديد من الأحلام يصعب تحقيقها. هو أي حلم إحنا بنحلمه بنقدر نحققه؟ لا أحيانا بالظبط، عشان كده بقول لك مش العديد. قادرة أحقق طيب أحلامي. يعني يعني إيه معنى العديد؟ يعني إيه معنى العديد؟ الكثير. العديد يعني ايه؟ كثير الكثير كثير من الاحلام يصعب تحقيقها، ولكن يجب على كل منا ان يحلم. لازم نحلم، لازم نحلم، لان الحلم ده هو اللي بيخلي عندنا طموح، بيخلي عندنا اراده، بيخلي عندنا عزيمه. كل منا يحلم ويحقق اهدافه كما يتمنى وكما يحلو له، ومن دون حدود. أؤمن بالإصرار والعزيمة. الإصرار والعزيمة، العزيمة يعني الإيه؟ الإرادة. والتخطيط دوما، هذا ما يقودنا إلى تحقيق أي حلم. يعني إيه يقودنا يا أولاد؟ يعني إيه؟ يدفعنا. وهذا فعلا ما حدث معي في حلمي.
لكن حكايتي مع حلمي فيها نوع من الغرابة والمغامرة، في مغامرة كده أحكي لكم عليها. وربما في حكايتي مع حلمي أنا كنت الأكثر حظ، أنا كنت محظوظ قوي في الحلم بتاعي، فالظروف والأسماء التي ساعدتني بشكل كبير الدافع الأكبر لتحقيق المستحيل. تمام؟ كتبنا معاني الكلمات؟ يعني كتبت تفتح بس انا هكتبهم فوق عشان مش هينفع، يعني مش عايزة الخبط ماشي الكتاب. اوكي. خلصت. يلا بس خلصت. يلا خلصت، خلصت يا لولو، خلصت يا سمسم. طب اوكي يلا تعالوا بقى كده شوف هو بيحكي لزملائه. اه اقرا. مش ديت انا تعودت عليها وعارفها بالكامل. اقرا مرة وانت تقرا ورا، لو بس المرة دي انا اول. ماشي حاضر حاضر. ولدت انا خلاص بقى يا بنات، ولدت في منطقة، في منطقة الوتبة التابعة لإمارة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومنذ نشأتي وأنا أحب المغامرة والاستكشاف. بدأ حلمي عندما كنت في المرحلة الابتدائية، وبالتحديد في الصف الرابع الابتدائي، حيث كنت أحب مدرستي كثيرا ومجتهدا في دراستي. يلا يا لولو. ولدت في منطقة الوثبة التابعة المر لإنارة. لإنارة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومنذ نشأتي وأنا أحب المغامرات والاستكشاف. بدأ حلمي عندما كنت في الم في المر في المرحلة التا الابتدائية. الابتدائية وبالتحديد في الصف الرابع البدا البد الابتدائي. الابتداء الابتدائي حيث كنت أحب مدرستي كثيرا ومجتهدا في دراستي. برافو عليك، برافو عليك يا لولو. يلا يا بس الناس دوري. يلا. تأذيني بالله. ولدت في منطقة الوثبة التابعة لإمارة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. نشأتي. نشأتي وأنا أحب المغامرة والاستكشاف. بدأ حلمي عندما كنت في المرحلة في المرحلة الابتدائية وبالتحديد في الصف الرابع الابتدائي، حيث كنت أحب مدرستي كثيرا ومجتهد في دراستي. ومجتهدا في دراستي. برافو عليك، جميل قوي. مجتهدين. مش قراتي أسرع منها. لا انتوا الاثنين جمال جدا، جمال جدا جدا. بس
الفقرة الكبيرة كانت قراءتي أسرع منك. لا دلوقتي احنا هنروح للفقرة الأكبر في في ذلك الوقت. ذلك الوقت كان أكثر ما يشدني أيضا مشاهدة مسلسلات الكرتون التي عادة ما كانت تأتي في الفترة المسائية من كل يوم، ولكن ما كان يشدني أكثر هو مسلسلات الكرتون التي تخوض في مغامرات الخيال العلمي، وبالأخص التي كانت تتحدث عن الفضاء وأسراره. كانت تلك المسلسلات رائعة رائعة في رسومها وإخراجها وموسيقاها، والأهم من ذلك قصصها المتنوعة وأحداثها المشوقة. يلا يا سما، المرة دي نبدأ فيها. هلا سما، هلا. يلا بقى. في ذلك الوقت كان أكثر ما يشدني أيضا مشاهدة مسلسلات الكرتون التي عادة ما كانت تأتي في فترة المسائية من كل يوم، ولكن ما كان يشدني أكثر هو مسلسلات الكرتون التي تخوض في مغامرات الخيال العلمية، وبالأخص التي كانت تتحدث عن الفضاء وأسراره. كانت تلك المسلسلات رائعة في رسومها وإخراجها وموسيقاها، والأهم من ذلك قصصها المتنوعة وأحداثها المشوقة. جميل جميل، يلا يا هلا. حلال، إذا قصة مجنناني تعملت لي قصة اللودة. في ذلك الوقت كان أكثر من شيء يشدني أيضا مشاهدات مسلسلات الكرتوني التي عادة ما كنت تأتي في الفترة المسائية من كل يوم، ولكن ما كان يشدني أكثر هو مسلسلات الكرتوني التي تخوض في مغامرات الخيال العلمي. العلمي و وب... وبالأخص وبالأخص التي كنت كان تتحدث عن عني عني الفضائي وأسراره كانت
تلك المسلسلات رائعة رائعة في رسومها وإخراجها وموسيقها. والأهم من ذلك قصصها المتنوعة وأحداثها المشوقة. جميل قوي يا روح، هنقفل وندخل تاني علشان الزوم، يلا يلا. يلا.